بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي، انا جاي احكي لك واحده من اغرب قصص الانتقام في عالم كره القدم. 4 سنين ولم ينسى انتقامه. والله عزيزي الموضوع كبير بقى عزيزي، بس مش تخسر اي حاجه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب في القناه، ومش تخسر حاجه لو اشتركت في القناه. عزيزي تعال نتكلم على واحده من اغرب قصص الانتقام في عالم كره القدم، ما بين نجم مانشستر يونايتد السابق الايرلندي روي كين. طبعا روي كين كلنا عارفين اسمه روي كين في عالم كره القدم عامله ازاي، والفا ايرلينج هالاند. ده ولد هالاند. والله ده ولد هالاند، ده الحاج الفا الكبير بقى. الحاج الفا هالاند ده كان بيلعب في ليدز يونايتد، وفي سنه 1997 ماتش ما بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد دخل غشيمه في روي كين، جاب له رباط صليبي على طول كده. وبعد كده قال له ايه، قوم ما تمثلش بسم الله ما شاء الله. روي كين يسكت؟ لا 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 عزيزي ما يسكتش. بعد 4 سنين في 2001 مباراه ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بعد انتقال هالاند الاكبر لفريق مانشستر سيتي. ابو هالاند كان بيلعب في مانشستر سيتي، يجي روي كين داخل في دخله جاي يجيب له رباط صليبي. والله كانت عزيزي، ويقوم يقف قدامه ويقف فوقه برضه يقول له قوم ما تمثلش. وسال روي كين او روي كين في الكتاب بتاعه لما بيتكلم على حاجات ندم عليها، اتكلم على التداخل مع الفا هالاند. التدخل ده ما ندمش عليه خالص، وان هو ما كانش ندمان خالص ان هو اتدخل تدخل تجاه لاعب كان قاصد ان هو يأذيه. والله بجد انت لو شفت الصوره هو قاصد فعلا ان هو يأذي الفا هالاند. الراجل دايس في ربطه حرفيا، عايز يجيب له اصابه تبطله كوره. وعزيزي بيقال فعلا التدخل ده هو اللي بطل هالاند الاكبر كوره. ده السيناريو الاول. بقى السيناريو الثاني ايه هو؟ اكذب ثم اكذب ثم اكذب لحد ما تصدق الكذبه بتاعتك. والله عزيزي بجد في ناس كذبت الواقع. في ناس كذبت الواقع. لا مش وقعت ان الفا هالاند بطل ان هما الاثنين ضربوا بعض، لا وقعت ان الفا هالاند بطل كوره بسبب تدخل روي كين. والله العظيم بجد، انما الفا هالاند فعلا ضرب روي كين وفعلا جاب له تمزق في الاربطه، غاب عنه سنه بعيد عن الملاعب، وكمان كان بيقول له قوم برضه ما تمثلش. يعني كده كده الكلام بتاع قوم ما تمثلش ده ما تمش نفيه، بس اللي تم نفيه هو ان الفا هالاند اتصاب اصلا في المباراه بتاعه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وان روي كين فعلا دخل فيه تدخل غشيم، وروي كين فعلا اتطرد، لكن الفا هالاند ما اتصابش ولا اي حاجه. بس الفا هالاند طلع اتكلم بعد كده ان دي كانت اخر مباراه ليه في مسيرته يكملها كامله. دي كانت اخر مباراه في مسيرته يكملها كامله، وبعد كده ما كملش ماتشات تاني كامله، لان الاصابه دي اثرت عليه، عمل عمليات جراحيه كتير، وفي الاخر برضه فضل حاسس بالالم اللي في ركبته لحد فعلا ما انهت مسيرته وبطل عالم كره القدم. بس هي قصه فيها انتقام من روي كين عزيزي. بس بصراحه الحاجات دي بتحصل في الملعب عادي جدا، وبصراحه الحاجات دي بتتشال يا اسطى. واسال حسام غالي، قول له كنت بتدور على اللعيب اللي بيلبسه الكوبري ولا لا لحد ما تلبسه كوبري. والله حسام غالي كان ممكن يلبس كوبري في اول 5 دقائق تلاقيه لحد الدقيقه 75 قاعد يدور على اللعيب اللي لبسه كوبري عشان يلبسه كوبري. برضه في حاجات في عالم كره القدم ما بتتنسيش، وفي حاجات في الحياه ما بتتنسيش. قول لي كم مره يا اسطى ما نسيتش لحد اذاك، وقول لي كم مره خدت انتقامك بعد كام سنه ولا بعد كام شهر ولا بعد كام عقد. ما في ناس بتقعد 10 20 سنه لحد ما ترجع الانتقام بتاعها تاني. عالم فاضي والله عزيزي. بس بصراحه هي الجدل الحته المثيره في القصه ان روي كين فعلا ما ندمش على التدخل بتاعه ضد الفا هالاند. دي قصه كامله عزيزي. انت بقى تفضل تصدق انهي سيناريو، السيناريو الاول ولا السيناريو الثاني؟ هما كده كده السيناريوهين شبه بعض، بس انا بقول لك السيناريو الاول القصه كامله، والسيناريو الثاني التكذيب اللي حصل. بنحكي لك القصه كلها عزيزي. يعني بالصلاه على النبي ما تحجناش عليك في اي حاجه. المطلوب منك بقى ايه؟ تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو عجبك، لو ما عجبكش انا هحط لك المصادر لكل الهب ده.